غير أبرز الإحصائيات والأرقام الجديدة اللي شهدتها هذه الجولة. لم يفز فريق ريد بول في هوكنهايم من قبل، ولكن ماكس فيرشتابن سجل انتصار العلامة النمساوية الأول عليها محققا فوزه الثاني في آخر ثلاثة سباقات، وبالتالي بات الهولندي السائق الوحيد حتى الآن الذي كسر احتكار مرسيدس لسباقات هذا الموسم. فيرشتابن حقق انتصاره السابع في مسيرته، ولكن الغريب في الأمر هو أنه أحرزها جميعها من دون أن ينطلق من المركز الأول. للسباق العشرين على التوالي تواجد السائق الهولندي ضمن المراكز الخمسة الأولى. سيباستيان فاتيل الذي انطلق من المركز العشرين استطاع إيصال سيارته فيراري إلى المركز الثاني حاصداً البوديوم رقم 116 في مسيرته والخامسة له هذا الموسم. المركز الثالث كان من نصيب دانيال كيفيات الذي حقق البوديوم الثالث في مسيرته والأولى له منذ جائزة الصين الكبرى 2016، وهذه هي البوديوم الثانية في تاريخ فريق تورو روسو منذ الفوز في سباق إيطاليا 2008. سجل لانس سترول أفضل نتيجة لفريق ريسينج بوينت هذا الموسم بإحرازه للمركز الرابع، وهذه ثاني أفضل نتيجة للسائق الكندي خلال مسيرته بعد تحقيقه للمركز الثالث في سباق باكو 2017. أحرز كارلوس ساينز سائق ماكلارين النقاط للمرة الأولى في سباق جائزة ألمانيا الكبرى، إذ شارك بسباقي 2016 و2018 ولكنه لم ينجح في الإنهاء ضمن المراكز العشرة الأولى. أحرز فريق ويليامز نقطته الأولى هذا الموسم مع سائقه البولندي روبرت كوبيتسا مستفيدا من العقوبة التي تلقاها فريق ألفا روميو. لويس هاملتون تقدم إلى المركز التاسع كذلك بفضل هذه العقوبة، لتكون هذه أسوأ نتيجة لهم ذو جائزة المكسيك الكبرى العام الماضي والتي أنهاها أيضا بالمركز التاسع. خلونا نروح بريك ونرجع من بعده لتكملة حلقتنا.